اعتداء على مفتي مصر والشام. ومن مفتي مصر والشام؟ الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي. من عين؟ من؟ عيناه بمقتضى سلطتنا أميرا لمصر والشام، وفصلناكما لاعتدائكما على إمامكما. إن كل من شاركهما في الاعتداء على الإمام مفصول. عندي أسماؤهم وخبرهم، ولقد فصلناهم لجهلهم، وفصلناهم لأنهم يحاولون بما فعلوا أن يشيعوا القلاقل في الثغور
مما يشجع العدا على المسلمين. إنهم خونة. هكذا نعاملهم أعداء الأمة. قلت لك إن الفقهاء سيقتلونك يا إمام، فاحذر، فلم تسمع لي. ولولا أنك رجل قوي البنية وأنا صيادة دواك لمت. ولماذا يقتله الفقهاء؟ لأنه جدد في الفقه. من لا يجدد يتخلف. أنا لا أتصور أمة تحبس فكرها الديني عند عصر معين، بينما الدنيا تمضي مزدهرة بكل جديد إلى الغاية التي أرادها لها الله سبحانه وتعالى، حتى تتخذ زخرفها وزينتها، فيأتيها أمره ليلا أو نهارا. أتعرفين يا بدعة أن قوله جل شأنه ليلا أو نهارا يعني لحظة واحدة؟ فإن أو هنا تعني واو العطف، فالليل والنهار يجتمعان في نفس اللحظة، فالنهار هنا هو الليل في مكان آخر. لا تهرب مني يا إمام، إن الفقهاء سيقتلونك. خففي يا فاطمة، فالأعمار بيد الله. لقد صدقت بدعة حينما قالت من لا يجدد يتخلف. يريدونها متخلفة حتى لا يفضح جهلهم. لقد خلقت معلما وسأعيش للعلم حتى أموت. أريد مصر وأحمد بن طولون وسيلتي إليها إن شاء الله. وهل مصر في طريق طرسوس؟ يا إمام، لماذا تتحدث بهذا الحزن؟ ألا ترى في زوجاتك حسنا وبهجة فتكسر بحلو الكلام هذا الملل؟ جئت من دمشق بلد الجمال والغزل، حيث سرت وحيث نظرت. ما هذه المداعبة؟ هذا ليس من السنة، وهو للسنة حافظ. كيف؟ كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء؟ سمعتها منك يا إمام. يظن البعض أن قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء أنه يحب المرأة كامرأة. المرأة تحب كامرأة؟ لقد جاءت الرسالة المحمدية فحرمت وأد البنات وشرعت للنساء حقوقا كثيرة، ثم أوصت السنة المحمدية بالرفق بالنساء، ثم أضافت خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، مما يبين أن حبه للمرأة كان لصيانة آدمية المرأة، كما كان يصون آدمية الفقير والضعيف وذي الحاجة. لقد حكم على نفسه بالموت. النسائي حكم على نفسه بالقتل. القتل؟ القتل ذنب عظيم يا مرزوق. عظيم إذا لم نجد له فتوى تبرره، وسنجد الفتوى إن شاء الله. كيف نقتل كالمجرمين ونحن فقهاء؟ والله لقد قالها حكيم الزمان، عد قلبي ولا تعد رغيفي، إن قلبي على الرغيف رغيف. لقد حكم على نفسه بالموت، ولابد لنا من ذلك حتى نعود لعملنا. المسألة يا فقهاء إما نحن أو النسائي. يا إخواني، لماذا لا نتعلم منه ونتبعه؟ اصمت، من الواضح أنك جاسوس له أو لابن طولون. يا فقهاء، لن نعود لعملنا إلا إذا مات النسائي. والأمير؟ الأمير؟ تعرف وأعرف أن أمراء دول بني العباس يتغيرون كل عام. الخليفة نفسه لا يمكث عاما. كم من خليفة قتل منذ قتل المتوكل؟ أرأيت يا إمام؟ لقد فصل الأمير أحمد بن طولون الفقهاء إرضاء لك. إنهم جهلاء. أنا أحبك يا إمام ولا أريد لك الموت. الموت والحياة بيد الله يا فاطمة. أثرت فقهاء الأمة وليس فقهاء دمشق وحدها، وأول نتائج عملك شفاك الله وعافاك ما أنت فيه. إن الفقيه الجاهل خطر على الأمة يا بدعة. الفقه مهنة ورزق. لقد تسبب في طردهم من عملهم، وسوف يطاردونه معاشه إما هو أو أرزاقهم. لقد علمتنا يا إمام أن الكلمة الطيبة سلاح رجل الدين، وأن رجل الدين ليس له أعداء،
فما بالك تكثر من أعدائك؟ إلا من يتحكمون في السلوك الديني اليومي. الفقه تحكم في الضمير الديني يا بدعة، والفقيه معلم، كيف نترك مثلهم يعلمون؟ إذن سيظلون يطاردونك حتى يقتلوك. لقد حكمت على نفسك بالموت يا إمام بوقفتك هذه، وحكمت علينا أن نكتوي بنار الفراق ونحن نحبك. ضاق صدري بما يحدث فقلت أخرج. لا أدري لماذا وصل خلاف الفكر بينهم إلى محاولة قتلك ثم إلى فصل الفقهاء من عملهم. لقد تركنا شذا معه. لست في حالة تسمح لي بالغيرة. السؤال، ما الذي حدث للفقهاء ومنهم؟ صدمهم النسائي بالحقيقة، قال للمزيف أنت مزيف وللجاهل أنت جاهل، وطالبهم أن يتطوروا أو يكفوا، فبدأت الحرب بينهم وظهر شبح الترمل والضياع. أنا لا أريد أن أفقده. ولا أنا. إذن كيف نقف بجانبه؟ أيمكن أن يخفف؟ لا لا، لن نطالبه بأن يتسامح أو يتساهل في الحق، ولكن يكفي أن يكون حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذر، سأرسلك في مهمة لخدمة البيت العباسي كله. هذا شرف تخلعونه علي. لقد أعطينا مصر للأمير باكباك، فولى أحمد بن طولون نيابة عنا. أعلم هذا. أنت صديق أحمد بن طولون ورفيقه في المعارك ومن المقربين إليه. صلتي به وثيقة. قد يشق عصا الطاعة. أيدرو؟ سبق أن رفض أمر الخليفة ولم يقتل من أمر بقتله. ستكون مهمتك تدميره ودولته إن شق عصا الطاعة أو جاءك أمر منا. وإن مكن لنفسه؟ مهمتك أن تدمره ودولته. سأحتاج لعيون داخل قصوره ولمجموعة متكاملة تتحرك عندما أحركها. سنعطيك المال اللازم ونترك لك الباقي. أرى ألا يعلم ابن طولون أنك تعمل لنا؟ بلا شك. ستكون لي خطتي وسأنفذ الأمر إن شاء الله دون أن يفطن لي أحد. أحذرك من فتنة الدنيا. لم تفتن الدنيا يا شيخي. والمنصب الذي قبلته؟ رأى الأمير أني أصلح الناس له. هناك الطحاوي وهو خير منك وأصلح منك، لكنك تسعى خلف السلطان سعيا وراء الدنيا. الطحاوي رجل علم غزير إلا في السنن، وتلميذك حافظ كما تعلم. يا نسائي، للمرة الثانية أحذرك من السلطة والسلطان، إننا نخضع له وحده. له وحده سبحانه أتوجه وبه أستعين. وصدقني، لقد قبلت هذا المنصب لفائدة الناس وليس لمنفعة شخصية، وربما يعينني هذا المنصب على خدمة الناس وتقديم الخير له. نخضع له وحده، لله وحده نخضع يا نسائي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، اسأل لي الإمام أن يتخذني تلميذا مثلك. إن شاء الله أفعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وبحوله وقوته سيملي الإمام من جامعه الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا إمام، من أي الكتب تملي؟ سنملي بمشيئة الله من الكتاب الخامس من كتب السهم، باب السلام بالأيدي في الصلاة. عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافع أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. والخيل الشمس أي الخيل النافرة. اسكنوا في الصلاة، وهذا يعني أن القلق الدائم والحركة في الصلاة مخالف للسنة. والحديث التالي يزيد الموضوع إيضاحا، وهو عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ويقول: السلام عليكم السلام عليكم؟ والحديث هنا ينهى عن رفع الأيدي عند السلام. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي حدثه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. إنهم مصرون على الجلوس مكان أستاذي الليث بن سعد. نعم، وسكن في زخاخ الليث وأخذ 3 دور، فهو متزوج ب3، وأفرض لكل زوجة داراً، واشترى بدينار كامل دجاجاً يربيه ويسمنه، يأكل الديك بينما يبقي الدجاجات للبيض. وكيف عرفت هذا؟ سألت الشقة، ولكن هذا تجسس. ألا أعرف نوع تلميذ إمام مصر المتشبه به؟ الليث لا شبيه له، والليث لم يطلب الدنيا. أما تلميذه فقد جاء في ركاب أحد أمراء الدنيا. هل أنت ضده؟ لا والله، كيف أكون ضد رجل غزير العلم مثل الإمام النسائي؟ لكني أكرر وأقول إن الليث لا شبيه له. قف يا هذا، توقف، واعلم أنني موفد من أمير المؤمنين وبقرار منه أميرا لمصر والشام. هذا قرار أمير المؤمنين بإعطاء إمارة مصر والشام. أين قائد جندي؟ في السجن. كيف تفعل هذا؟ لا تتعجل، ستلحق به. أين ألحق به؟ في السجن، فأنت خائن، وكل من يحاول أن يضعف الثغور المحيطة بالعدو خائن. إن الخليفة أعطاني إمارة مصر والشام. قتل. الخليفة الذي أعطاك الإمارة قتل، وقتل بعده آخرون. من الخليفة في بغداد اليوم يا لولو؟ لا أدري يا أمير من الخليفة الذي قتل بعد الخليفة المعتز. فدولة بني العباس، وكما أرادها الخليفة المأمون بن هارون الرشيد، خراسانية، فقد أهدى نصفها الشرقي مهرا لبوران، ونصفها الغربي هدية لأبيها. ومنذ ذلك الحين
والإمارات فيها تباع وتشترى. لقد أراد لها الخليفة المأمون أن يضرب الدولة العربية في مقتل، وضربها بالفعل. مالي وهذا يا أمير أحمد؟ إما أن تعطيني الإمارة أو تتركني أعود إلى بغداد. تعود لبغداد لتتآمر علينا. ماذا تريد يا لؤلؤ؟ ماذا تريد؟ خذه إلى السجن. بأي جريمة يا مسلم؟ خائن، جريمتك الخيانة، وسيحكم القاضي في أمرك ومن معك. نحن تجارا يا مرزوق، سنتعلم التجارة إن شاء الله يا جمعة حتى تحين الفرصة فنذبحك. ولماذا التجارة؟ وسيلة للعيش وستر لنا. ولماذا لا نعود لدمشق؟ كيف نعود لدمشق وقد فقدنا أرزاقنا؟ ليس أمامنا إلا ما نحاوله الآن. دورنا هناك، وكيف نفتحها وقد فقدنا أرزاقنا؟ نتسول؟ اسمح، دعني صابرا حتى نصل إلى ما نريد. نبيع العمر وملاعب الصبا، ونعيش غريبين في بلد غير بلدنا. ليس أمامنا غير هذا. ما يترك النسائي وأميره ابن طولون لنا غير هذا. الإمام النسائي بالباب يا مولاي. فليدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مصر يا أمير. شكرا لك يا إمام، تفضل. أفتنا في أمر يكاد يعصف بالإمارة، فهنا من يطالب بها. هل يشهد الأمير بأن ذلك المطالب بالإمارة يعرض أمن المسلمين والأمة للخطر؟ أشهد بذلك، لأنه يعرض ثغور الدولة التي تحميها من بيزنطة للخطر. إذن فإني أفتي بقتل المطالب بالإمارة، وأطالب الأمير بأن يرسل إلى الخليفة يبيعه، وأن يرسل له نصيب بيت المال. إن شاء الله أفعل. يسأل الناس ما دليل الإمام وسنده الذي أقام عليه فتوى قتل المطالب بإمارة مصر وهو يحمل ترخيص الخليفة. شهد الأمير أحمد بن طولون أن زعزعة استقرار الثغور يعرض الأمة للخطر، ويعطي عدوها فرصة مهاجمتها. بلا شك يا إمام. وقد أمر عمر بن الخطاب عندما فاجأه القاتل بطعمة الموت أن يجتمع خيار الأمة وصفوتها ويختاروا واحدا، فإن عارض منهم أحد قتل. وكان يمكن أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو عثمان بن عفان ذو النورين، أو غيرهما. نعم نعم يا إمام، إن تعريض الأمة للخطر خيانة، والخائن يجب أن يقتل. هكذا سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى حكمه قست فتواي وحكمي. إن الرجل يعاملنا كطلبة النابلين، نحضر دروسه، نستمع إليه، نتعلم منه. أنا أتعلم كيف أبقي خنجري مسنونا ثم أقتله، بعدما أتعلم كل ما عنده. وإن حولك إنسانا سويا كما يظن. أنا أتحول عن ديني ودين آبائي إلى الإسلام. هيهات. أنا أريد أن أتعلم ما عنده ثم أرشخ خنجري هذا في قلبه. لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا حما أحسن من الورع،
ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من القناعة. ومن كان رزقه كفايته ارتاح، فإن الشهوات والرغبات مفاتيح التعب. وقوام الدنيا أربعة: عالم يستعمل علمه، وجاهل يريد أن يتعلم، وكريم لا يبخل بمعروف، وفقير لا يبيع الدنيا بالآخرة. يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. كانت خطبته كلها عن حق الحرابة، واعتبر النسائي أن من يروع الأمة أو يهددها أو يخل بأمنها لها أن تقتله إعمالا لحق الحرابة. وترويعه لنا وقطعه لأرزاقنا ألا يعطينا عليه ذات الحق. أنا ننتظر له سقطة، وسيسقط إن شاء الله، ويومها لن أقبل بأقل من تعليقه مقلوبا على البوابة الكبرى للفسطاط. ألم يعرفك؟ كيف يعرفني يا ذكي وقد كنت ملتحيا وحلقتها؟ لن يغير شكلي حتى لا أعرف قبل ساعة الثور. أغلق الباب. سوف أزرعك في قصر أحمد بن طولون لتكوني عيني وذراعي فيه. إن مثل هذه المهام مخيفة يا مولاي. كوني حريصة واعية بكل ما يصدر منك، واعلمي أن لي حولك عشرات العيون سينفذون ما آمر به، فاحذري أن تخوني. لن أخون يا مولاي. استعدي ولتعلمي أن حياتك بين أصابعي. أمرك يا مولاي. داس بأقدامه زراعتني وهددني بخنجر كان يخفيه بين ثيابي. اجعله يقف لأراه. قف ليرى الإمام من أنت. أنت إذن كيف استطعت الهرب من سجن الأمير في العراق؟ أجب، هل كنت تخطط لشيء؟ لن أتركك أبدا أبدا. هاته مقيدا. أمرك. قيده جيدا فهو يجيد الهرب. ما آخر أخبار بغداد؟ آخر الأخبار يتطلب أن نعود إلى الوراء قليلا لأيام صالح بن وصيف مقدم الترك في دولة المهتدي، ونفيه إلى مكة ليسرق أموالها، ونفي عدد من الأمراء حتى لا يتدخلوا في أمور الخلافة. أعرف هذا. الخليفة المعتمد رأى أن يعيد المنفيين إلى ديارهم، فهرولوا جميعا إلا صبيحة وابن المعتز، كانت العودة غير محببة إليهما، ولكن أطاعوا الأمر. لقد شهدت صبيحة بعينها مقتل زوجها المتوكل في قصر الجعفري، وشهدت أيضا قتل أبنائه المنتصر والمستنير وأبي أحمد وإبراهيم، وشاركت هي أيضا في الغدر، فجعلت ابنها المعتز عندما كان خليفة يقتل المؤيد أخاه من أبيه، ثم طردت بعد مصادرة أموالها.
وسط الزراعة وينتقل من بلد إلى بلد كأنه مفتش الزراعة وليس المفتي أو القاضي القضاء. يريد أن يمكن للمدرسة المصرية، وذلك بقيامه بنفسه بالمرور على كتاتيب تحفيظ القرآن ومدارس العلم. وحياته، إن الصعاليق والفقهاء يطاردونه ليقتلوه، ألا يرأف بنفسه وبنا؟ حدثناه عن الشوق، كلمناه في الحب، غزلنا الكلمات ثيابا تدفئه في ليالي الشتاء، وظل هو هو، فماذا نفعل إلا أن نصبر؟ وكيف الصبر؟ وهل نملك غيره؟ توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين من البعثة، وبالتحديد في أول ذي القعدة. وتوفيت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان أبو طالب حصنا قويا يخيف المشركين، ولقد ذهبوا إليه وهو في سكرات الموت ليأخذ لهم العهد على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف عنهم وأن يكفوا عنه. فأرسل أبو طالب إلى الرسول وقال له: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو الحكم عمرو بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، وقد اجتمعوا ليأخذوا منك ويعطوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك وعشر كلمات. فقال عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن أمرك لعجب. ثم قال الواحد للآخر: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فقال أبو طالب للرسول: يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططاً. عفواً، ما معنى شططاً؟ يعني لم يخطئ. والسيدة خديجة؟ في الفجر وبعد 3 أيام من وفاة أبي طالب، أشارت السيدة خديجة لفاطمة فاقتربت منها فهمست لها: كوني لأبيك، ستتزوج أم كلثوم ولكنك صغيرة فكوني لأبيك. انفجرت فاطمة باكية، وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انتهى الحب، انتهى الحب. من قال إن الموت ينهي الحب؟ إن الموت يضاعف الحب. لقد ظل صلى الله عليه وسلم يحب خديجة وكل من أحب خديجة وأحبته. ويهمس الرسول عليه الصلاة والسلام: كل نفس ذائقة الموت، وتبكي فاطمة، فيعلم كل من في الدار أن أم المؤمنين قد لحقت بالرفيق الأعلى. كانت تلك السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وبدأ الكفار أذاهم يشتد، لقد آذوا الرسول كثيرا. من الذي يأتي في هذه الساعة المتأخرة؟ لا أدري. سأذهب لأرى من بالباب. النقاد. أنت تفضل. أمسكه بذئب وهو يحاول أن ينال من النسائي. ها؟ ماذا تريد أن تقول؟ ساعدوني لإخراجه من السجن. لا، أتتركه في سجون ابن طولون؟ اسمع يا حسن، واسمع جيدا، هذا الرجل النسائي شديد البأس،
ولقد ترغب أجسامنا جميعا علامات تعذيبه. لكن ذئب أخوك في الصعلقة، لماذا يطارده إذن؟ ليقتله. أيحاربني؟ أيقف أمام خططي؟ ألم أقل إني أريد أن أتعلم منه كل شيء؟ معنى هذا أن ذئبا ضاع، سيموت في سجون ابن طولون. ارعى التجارة التي تتخفى وراءها في السوق، ولا تحاول أنت أو غيرك التعرض للإمام إلا عندما أقرر أنا هذا. لا تفرض وصاية علي. لا تدفعني لتسليمك لجندي الأمير. إلى هذا الدرك هويت؟ ماذا تقول؟ ألقي بهذا الشيء في الخارج وراقبه جيدا حتى لا يتعرض للإمام. امض أيها الشيء القبيح، امض. أخذ الصبيحة بعض المال لتبني لها بيتا في بغداد، فمدينة سر من رأى أصبحت ساء من رأى من كثرة ما عبث بها العسكر، وعاشت وحفيدها عبد الله بن المعتز. سمعت أنه شاب رقيق له أشعار عذبة. كان عازفا ماهرا ومغنيا عذب الصوت. كان. لا تفسد قصة صاحبك، ودعنا نسمع صوتا من أصوات أغانيه لتغني الجارية المهداة لنا من منذر. مولاي، أيريد مولاي صوتا بعيني أجد به؟ أتجيدين كل الأصوات؟ سأترك الحكم لمولاي. إذن غني حتى يتنفس الفجر. سأغني الليلة كلها إن شاء الله.
تعال تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه يا إمام؟ هذه خضرة، اسمها خضرة، إنسانة ظلمها أهلها وحولت زوجة أبيها حياتها ألماً وحسرة، وحاولت جاهداً أن أنصفها منهم، فلما لم أستطع أجرتها. لقد توسلت إلى مولاي القاضي ليضمني إلى خدمه. مولاك القاضي لا يقبل أن توجد في بيوته امرأة يراها ويكفلها وهي ليست حلاً له. سنستضيفها حتى تحل مشكلتها مع زوجة أبيها، فإن لم تحل نتقي الله ونرحم أنفسنا من نزغ الشيطان. لقد أصر أبي وأصرت زوجة أبي على بيعي ليسدد ديونه. نتصدق على أبيك بك وبالمال معا. سبحان الله، ألم يعلمك أهلك ألا تعارضي ما أحل الله؟ لقد أحل الله الزواج. وما يعنيك يا بدعة وأنت في هذه السن؟ شكرا، جزاك الله خيرا. ما زلت وحشية ولست فاطمة قط. وأنت، هل كنت حقا في قرض أم أنها مكيدة لتتزوجي قاضي القضاء؟ لما ضعف المعتضد بدأ الناس يبحثون عن خليفة، لكن المعتضد أفاق فألقى القبض على ابن المعتز وعبد العزيز ابن المعتمد وابن المؤيد، فقد ذكرت أسماءهم أثناء مرضه كخلفاء له. أيقتلهم حتى لا يكون منهم خليفة؟ يا إلهي، ماذا جرى لهؤلاء الخلفاء؟ سجنهم الحاجب مؤنس حتى مات المعتضد وتولى ابنه المكتفي مكانه، فأطلق سراحه. يا إمام، ما حكم الممتنع عن آداء الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الدين، والممتنع عنها منكر لركن من أركان الإسلام، ولقد حاربهم أبو بكر الصديق في حروب الردة كما حارب الكفار. والزكاة صلة بينك وبين ربك، صلة رضوان وخير ونماء وبركة وشكر من الإنسان لله عز وجل على ما أنعم به عليه وتفضل وأحسن، ثم إنها رابطة بينك وبين إخوانك حولك، رابطة تعاطف ومودة وتراحم. ولقد توعد الله سبحانه الممتنع عن الزكاة بعذاب أليم، يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويقول أيضا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما خنت في القول من لا يخون، حفظت لك
صادقا تحدث وإن الزمان يسمعون سيصغي لصوتك سمع الزمان ويسعى على هديه المتقون حفظ تبسم لربك عند اللقاء ففي الله تصدق خير الظنون تبسم لربك الله تبسم لربك الله تبسم لربك الله